winter is coming. تخيل معي في هذا الشتاء عندك 4080 وركم ريح في السيتاب تاعك تستمتع بلعبتك المفضلة على ال 4K Max settings. والو كل يوم سلبية؟ أما نقولك حاجة شابة؟ اليوم عندنا مراجعة ال RTX 4080. هي كان من المفروض أن تكون هذه المراجعة في 15 من نوفمبر، لكن للأسف الجمارك كان عندهم كلام آخر، فحجوا لي هذه البطاقة لمدة تقريبا 15 يوم، وهذا ما أخرني عن المراجعة، وإن شاء الله تكون المراجعة الخاصة بي مختلفة عن كل المراجعات التي شاهدتموها. بدون أي كلام إضافي، let's get started وننتقل مباشرة إلى مواصفات هذا الكارت المتوحش. let's do this. فيما يخص ديزاين الكارت، يأتي باللون الأبيض الناصع على وهو التيم الرئيسي الخاص بنسخ جيجا بايت ايرو. من الأعلى يأتي بثلاثة مراوح محكمة بإطار بلاستيكي مقوى، ومن الأسفل يأتي بباك بليت لست متأكد إن كانت من الألمنيوم المقوى أو من الميتل، مع لوجو جيجا بايت وايرو زائد شعار Creativity Starts Here، بالإضافة إلى إطلالة واسعة للهيت سينك في اليمين من أجل إخراج الهواء أو الهيت بصفة عامة. تقريبا الكارت مينيماليستيك، ما تلقاش ملغم بالRGB. الRGB ربما سيكون فقط في هذه المنطقة المحصورة. الكارت ضخم بشكل مرعب، بحيث يأتي مع داعم أو حامل لكارت الشاشة من أجل ثباته. Look at me, I am the motherboard. هذا هو الكلام الذي ينطبق على هذا الكارت. انظر إلى حجم الكارت، الكارت أكبر من المذربورد نفسه. Crazy right؟ الهيت سينك وضخامته له حضور مرعب كذلك في الجهتين. نفس الشيء ينطبق على الهيت بايب. الـ 4080 يدعم منفذ واحد للباور، ألا هو منفذ الـ 16 بين الجديد الخاص بانفيديا، بحيث أتى بأدابتر إضافي محول من الـ 16 بين إلى ثلاثة منافذ إضافية 8 بين خاصة بكارت الشاشة، وينصح تركيب كل كابلات الـ PCIe على حدة، معناتها ما تركبش الكابلات التي تأتي برأسين. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت، لأنه كان فيه الكثير من الكلام على هذا الأدابتر سابقا في كارت الـ 4090. على أي حال، ندخل مباشرة إلى مواصفات هذا الكارت. الجرافيكس بروسيسنج بكل تأكيد الجي فورس RTX 4080 بمعمارية الـ Ada Lovelace الجديدة. سرعات هذا الكارت 2535 ميجا هرتز، يعني شوي زايدة على السرعات الأساسية الخاصة بالفاوندر إديشن، طبيعي جدا لأن هذا الكارت مكسور سرعته مصنعيا. يأتي هذا الكارت ب 9728 من أنوية الكودا كورز، تفوق ملحوظ مقارنة مع الأجيال السابقة، لكن مش مثل أنوية الـ 4090 المرعبة. لكن التركيز الأكبر في هذه المعمارية كان في أنوية الذكاء الاصطناعي، أنوية التنسر كورز وأنوية الـ RT والـ II بصفة عامة. الـ 4080 يأتي ب 16 جيجا بايت كفيرام GDDR6 PCIe 4.0. تمنيت لو كانت الـ PCIe 5 حاضرة معنا في هذا الكارت، ما دام كل مذربوردات من الجيل الجديد أصبحت تدعم هذه التقنية، لكن استغربت لعدم وجود الـ PCIe 5 على هذا الكارت. على العموم، الكارت يدعم الـ DirectX 12 Ultimate الجديد مع الـ OpenGL 4.6، واستهلاك طاقة يصل إلى حتى 320 واط كما هم كاتبين في مواصفات هذا الـ GPU، يعني يحتاج إلى Power Supply من الأحسن يكون 850 واط. فيما يخص منافذ الاوتبوت، سيأتي هذا الكارت ب 3 ديسبلاي بورت 1.4 مع HDMI وحيد 2.1، يعني الـ HDMI باقي ليش بزاف، راه مهمشينا قضية وقت ويقلعوا الـ HDMI مباشرة وينتقلوا لنا ديسبلاي بورت 2.1 مثل ما ظهر في كروت AMD. وتقريبا كان هذا ملخص القول فيما يخص المواصفات الأساسية لكارت الجيجا بايت ايرو 16 جيجا بايت نسخة الـ OC Edition. كارت قوي، كارت ضخم، راح ننتظر كل هذه القدرات في البنش مارك الذي سننتقل إليه حاليا. وصلنا الآن عزيزي المتابع إلى أهم فقرة في هذا المقطع، وهي فقرة البنش مارك، أين سنقوم بعمل تست كامل لهذا الكارت حتى نعرف مدى قوة الـ 4080، سواء في البنش مارك الخاص بالبرامج أو البنش مارك الخاص بالألعاب. فابقى معنا ولا تذهب بعيدا، ما تنساش اللايك. Right. بسم الله، نبدأ بأول تيست، ألا هو تيست فول ماج لقياس درجة الحرارة الخاصة بهذا الكارت. نشوفوا درجة الحرارة. أوكي، انتهت عملية التيست الخاصة بفول ماج وحصلنا على هذه النتائج، ألا وهي أقل درجة كانت 43 درجة
وأقصى درجة وصل إليها هذا الكارت في هذا التست ألا وهي 68 درجة. Which is good. Alright. مش أفضل شيء لكن it is good. It's good لأن هذا التست في 4K. وستريس تست قوي هذا جماعة ما ننصحكمش باش ديروه في الكروت تاعكم لأكثر من مرة. فيما يخص برنامج 3D Mark عندنا تستين في هذه الحالة عزيزي المتابع. التست الاعتيادي اللي هو Time Spy 3D Mark Score والتست الجديد اللي غادي نضيفوه في هذه المراجعة اللي هو Port Royal الخاص ب 3D Mark من أجل قياس Ray Tracing. يعني هذا البرنامج يشتغل فقط مع الكروت التي تدعم Ray Tracing. Right؟ إذا كان الكارت لا يدعم الري تريسينج ما غاديش يعطيك كاع سكور. نتيجة تايم سباي 3 دي مارك سكور حصلنا على تنقيط كامل يقدر ب 25687 نقطة وهذا التست غير عادي يا جماعة لأن التنقيط اللي راهنا تنقيط غير عادي تماما. الجرافيك سكور وحدها كان 26891 نقطة والسي بي سكور كان 20489 نقطة. تنقيط مرعب. تقدروا تقارنوا هذا الريزلت مع ريزلت اخرين في النت ونشوفوا الريزلت تاعنا اونلاين وباش نوريكم خاوتي حاجه في غايه الاهميه. التست تاعنا حصلنا 25687 نقطه مقارنه مع التست الافريج اللي هو 26464 نقطه اللي هما التستات تاع العالم. رانا مكلاسين دي 7 في العالم. هاي العلامه تاع الجيري دي 7 كما راكم تشوفوا الاول في القائمه راه واحد من الالمان من الالمان اللي راه محصل على تنقيط 28198 نقطة. ما راناش بعد عليه جماعة. وباش نعطيكم ملاحظة فيما يخص الموضوع، التست تاعي كان يمكن أن يكون من التوب 5 في العالم، علاش؟ لأنه الحاجة الأولى في المبرد تاعي كنت وضع الإعدادات على الإعدادات العادية مش الفول سبيد، لأن تأثير التبريد يؤثر جدا في النتائج الخاصة بالمعالج بصفة خاصة. ضف إلى ذلك إذا كان عندي واتر كولينج بريميوم حاجة قوة، كذلك كان سيساعد في يعني الحصول على مراتب عليا. فيما يخص نتائج تيست البورت رويال فحصلنا على تنقيط يقدر ب 17228 نقطة، كذلك يعد تيست رهيب جدا فيما يخص نتائج هذا الكارت. نفوت الآن عزيزي المتابع إلى أحد أهم البنش ماركات التي تحدد قوة كارت الشاشة ألا هو تيست 3D رندرينج على برنامج بلندر. غادي نديرو زوج تاع لي تيست. التيست الاول هو البلندر بنش مارك اللي دايرته بلندر. على كل حال فيه ثلاثه تاع المشاهد ولا ثلاثه تاع البنش ماركات اللي هي مونستر جانك شوب وكلاس روم. alright 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 نبدا التيست على بركه الله ونختارو انفيديا جي فورس RTX 4080. ستارت بنش مارك. المهم انتهت عمليه البنش مارك فيما يخص تيست المونستر جانك شوب وكلاس روم. خلينا نشوف الريزلتس مع بعض. اذا كما راكم تشوفوا حاليا البنش مارك سكور تاعي كان 8362.68 نقطه، يعني تيست رهيب جدا. علاش؟ باش تشوفوا معايا التيست نورمالمون يبان بالاحمر لكن راه اعلى القمه في هذا الجراف هي 6889 والار تي اكس 3090 راه محصله 5754 نقطة، معناتها ال 4080 تفوقت على 3090 بكثير فيما يخص تيست البلندر. وباش نشوفوا هذا الشيء واقعيا بصورة أوضح ما نحبش نشوف نقاط، نحب نشوف بالوقت أنا كما يقول لك. ندخلوا مباشرة إلى تيست جانك شوب ونديروا تيست بالوقت، نديروا تايمر ونتعرف على مدى سرعة هذا الكارت فيما يخص الرندرة. Let's do this. Alright. نشوفوا مباشرة التست الخاص ببلندر فيما يخص الـ 2000 في 1000. نديروا رندر. Let's do this. How fast is the rendering? 13.43 ثانية فقط. Crazy. أرقام مرعبة. نشوفوا حاليا في الـ 4K. لا هذا الكارت راه يزعق. Definitely راه يزعق. التست تاع الجنك شوب هذا في الـ 4K حصله في 30 ثانية. و17 جزء من الثانية. 30 ثانية يا جماعة باش دار رندر كومبلي لهذا المشهد. كريزي رايت؟ 30 ثانية نقارنوها مع 3090 باش يكون في علمكم هذا الكارت أسرع بمرتين من 3090. لأن كارت 3090 حصله في 64 ثانية معناتها دقيقة و4 ثواني. هذه حصله في نص دقيقة. 30 ثانية كريزي. أفضل بمرتين من برفورمانس 3090 في 3D. 4080 راه يتكلم جماعة. جماعة هذا هو أقوى تيست معناتها كون كاع عندي لكم دروك الأدوبي بريمير ما حش يأثر لك. علاش؟ خاطر الأدوبي بريمير يركز بصفة أكبر على المعالج. ما كانش منافس إلى حد الآن
فيما يخص سلسلة 3000 مع هذا الكارت. طبعا عزيزي المتابع فيما يخص تيست الأدوبي بريمير، نذكركم أن هذا التيست يعتمد بدرجة أكبر على المعالج، ف بكل تأكيد ما راح يكون له داعي في هذا التيست، لأنه جربته سابقا وحصلت في تنقيطاتي السابقة على أداء أفضل من الجيل 12 بفرق شاسع. تقدر تشوف المراجعة على الآي 9 من الجيل 13 اللي غادي تظهر فيها على الشاشة. وصلنا الآن إلى تيست المتعة والإثارة، تيست الجيمينج. راح نجرب 5 ألعاب لضيق الوقت، وللمعلومية كل الإعدادات ستكون في 4K Max Settings، وإذا كانت اللعبة تدعم DLSS زي الري تريسينج راح أفعلها بدون سابق إنذار ما دام هذه الإعدادات تخدم الكرت نفسه. نبدأ بالألعاب التي تستهلك قوة أكبر، على سبيل المثال Control. وضعنا الإعدادات على 4K Settings، RTX On، DLSS On، Max Settings. حصلنا على 101 FPS كAverage Frame Rate، مع العلم أن اللعبة فيها مشاهد مختلفة، فأقصى شيء حصلنا على 140 فريم وأقل شيء حصلنا على 86. كل شيء في الثمن، كنترول متطلبة جدا لقوة الكرت. ننتقل الآن إلى Shadow of the Tomb Raider. في 4K Max Settings DLSS On على البالانس حصلنا على 187 FPS which is crazy. تخيل معي أنك تلعب على 4K Settings محصل 187 فريم. كارت ال 4080 مكسر ال 4K كسر. ننتقل الآن عزيزي المتابع إلى Witcher 3، وهذه الإعدادات حاليا على 4K Settings Native Resolution، مع العلم أن هذه اللعبة لا تدعم DLSS، ربما لاحقا مدام سيتم إطلاق Next Gen Upgrade في منتصف ديسمبر إن شاء الله الخاص باللعبة. متحمس جدا لهذه اللعبة. على كل حال حصلت على 122 FPS Ultra Settings في هذه اللعبة، مع العلم أن اللعبة متطلبة جدا حتى وإن كانت لم تكن Next Gen. مرة أخرى 4080 أكثر من 100 فريم في 4K. ننتقل الآن إلى أحد الألعاب الكلاسيكية GTA 5. واضح الإعدادات على 4K Max Settings مع DirectX 11، مع العلم أن اللعبة لا تدعم للأسف DirectX 12، فتوقعت أن يكون الأداء منخفض بحيث حصلت على 57 FPS كAverage Frame Rate، وهذا الشيء كان متوقع. أما فيما يخص ألعاب الإي سبورت، فجربت الممثل الوحيد لهذه المنصة على وهي Rainbow Six Siege. حبيت نجرب أول شيء على 1080p Max Settings، حصلنا على 705 Frame Per Second كAverage FPS. أما أقصى شيء وصلناه في 1080p Max Settings حصلنا على 990 FPS which is crazy. كيش قول 1080p is a joke for this GPU. تخيل معي محصل على 990 FPS في 1080p Max Settings، كيش قول اللعبة راكم كسرها تكسير. أما فيما يخص 4K Max Settings وصلنا إلى حتى 366 FPS، مع في بعض المشاهد وصلنا إلى حتى 480 Frame Per Second. Crazy. يشغل على حساب التجريب يحتاج إلى مونيتور 4K 480 هرتز، لكن هنا نحتاج إلى تغيير الديسبلاي بورت من 1.4 إلى 2.1 باش نقدروا نحصلوا هذه الإعدادات. على كل حال كان هذا كل شيء من تيست الجيمينج. Thank you so much. إذن عزيزي المتابع، كان هذا كل شيء من مراجعة حلقة اليوم الخاصة بكارت الـ 4080 من جيجابايت نسخة الأيرون. أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه المراجعة قد نالت إعجابك، ولا تنسى بليز لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات حتى تصلك مقاطعنا أول بأول، لأن بكل صراحة ما وراء الكواليس كان متعب بشكل كبير جدا، خصوصا أن الكارت وصل عندي متأخر بسبب الجمارك للأسف، لأنه كما قلت سابقا من المفروض أن يكون إطلاق هذا الفيديو في 15 من نوفمبر، لكن للأسف ولله الحمد كذلك أنه وصل. المهم بليز خوتنا ما تنسوناش بالدعم واللايك ونشر المقطع في كل مكان، خليهم نبينوا لهم باللي احنا في الجزائر we have something نفتخر به كما نقول. نشروا لنا المقطع في كل مكان ونبينوا للغرب وميدل ايست we can do it. تحياتي لكم اعزائي المتابعين اينما كنتم، كان معكم اخوكم عصام من ديزل كوميونيتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.